نمشي على الطريق نصنع الفريق. حلم واحد مجد واعد يا أبطال، نسر ساحق علم خافق لا محال، أملنا في النصر الكبير. ملعبنا مسرح أبطالنا، ننجح بعزمنا، افرحوا وهللوا بنصرنا. بخطانا الواعدة نمشي الطريق نصنع الغدا، حلمنا كبير واحد، قلبنا قوي صامد، أملنا في النصر الكبير. لن تمر. بعد أن انتصر فريقنا في الدور الثالث من بطولة المدارس العليا الوطنية، ذهب شبابه ليطمئنوا على صحة بيان الذي أصيب بالحمى. لا بأس عليك، تبدو بخير. اطمئن، خفت الحمى بعد أخذي لقسط وافر من الراحة. سألعب في ربع النهائي بكامل مهارتي. اهدأ، سنقرر ذلك في الغد. أي غد؟ من سيحمي المرمى غيري؟ بالتأكيد سامر هو من سيحميه، مثل ما فعل بالأمس. المهم أن ترتاح أنت. مع احترامي لسامر، أنا أفضل منه بكثير، ثم لا أحتمل البقاء مشاهدا. هكذا؟ يا لتواضعك، معتد في نفسك حتى في مرضك. شعري رفقا به، فهو لم يشفى تماما بعد. لا خلاص لك منا إلا بالاعتذار، فاعتذر. سامر أرجوك أزحهما عن ظهري. اعتذر حتى نتركك وحدنا. هيا اعتذر. اعتذار قبل مقنع. ادخل. سيد نديم، أهلا وسهلا. مرحبا. بيان، تبدو في أحسن حال. سامر، أريدك في أمر ما، فهل أتيت معي؟ أنا حاضر. ها؟ هل أنت جاد؟ بالتأكيد، فكر جيدا والقرار لك. سأفكر. القرار ليس سهلا ويحتاج إلى طول تفكير. أنا واثق بأنك لن تندم إن قبلت. تفضل. ها؟ شريط فيديو؟ ها؟ لقد طلب إلي أن أسلمك إياه شخصيا. من هو؟ ستعلم عندما تشاهده. هذا غريب. الشريط رسالته إليك. حسنا، سنرى الآن. إنه أنطونيو. الشريط إذا من قبله، ولكن لماذا أرادني أن أرى مباراته المسجلة هذه؟ يا إلهي، لا أصدق أنه لاعب بهذا المستوى. يحافظ على الكرة جيدا، ومركز ثقله عند الاحتكاك ثابت. يراوغ وكأن الكرة ملتصقة بقدمه، وسرعته كبيرة. على الرغم من سرعته الفائقة وتسديدته في منتهى القوة. سامر هيا. أرغب بالذهاب إلى أوروبا لألعب مع أقوى اللاعبين والنوادي في العالم. سيد سامر، انتظر قليلاً. نرجوك، هيا نلقي عماك قليلاً. سيد سامر، أريد توقيعك من فضلك. هذه الحلوى بعثتها إليك والدتي وترجو أن تنال إعجابك. شكراً، اشكريها عني. هيا ابتعدي. حدثنا عن
مسيرتك في كرة القدم مع فريق الكمال، فنحن ممن يشجعونك يا سيد سامر. ألا تسمع؟ ترى إلى من تتحدث؟ نحن المشجعين يا سيد سامر، نرجوك يا لهن من تذكارات. يكفي، توقفنا الآن. هل ترون أن هذا أسلوب مناسب لتشجيع الفريق يا فتيات؟ هذه فوضى وليست تشجيعا. دعكي منها، هيا نكمل. ألم تفهمنا ما قلت؟ دعنا نمضي الآن يا سامر. أحسنت يا نجلاء، شكرا جزيلا لك. قد نضطر إلى وضع حد لهذه الفوضى. أجل، إن نجلاء مديرة ناجحة للفريق، فقد استطاعت أن تحل المشكلة مع الفتيات في حين وقفت أنا ولا أعرف كيف أتصرف. ابتعدنا عن طريقي أنتن. انظر يا سامر إلى نتيجة المباراة. ماذا؟ إنها مباراة من طرف واحد، هو فريق الكمائل صاحب الزي الأزرق، ولم يعد فريق الشراع قادرا على صد هجوم الكمائل القوي أبدا. سجلوا 4 أهداف على فريق له باع طويل في البطولة. إنهم أقوياء حقا، حتى أن لاعبي فريق الشراع لم يلمسوا الكرة إلا قليلا. يا إلهي، ما هذا اللاعب؟ من يجرؤ على الوقوف في طريق تقدمه؟ شارك في بطولة رياضة الكيندو بالإضافة لكرة القدم. الكيندو؟ ها؟ وهو اللاعب الأول في بطولة المدارس الوطنية للكيندو أيضا. قلت اللاعب الأول؟ وأخيرا أخرج الشراع الكرة من منطقته وهو يهاجم، ولكن دفاع الكمائل ليس سهل الاختراق، ويرسل بلال تمريرة عرضية وفرصة سانحة لتقليص النتيجة. إن حارس الكمائل ذاك لم يشارك في البطولة الماضية. نعم، اشترك في بطولة كرة الطائرة أيضا. في كرة الطائرة أيضا؟ يبلغ طوله 1.99 متراً، واختير أفضل لاعب في بطولة كرة اليد للمدارس العليا. إنه جدار متحرك. ما العمل؟ التمريرات العرضية العالية لا تجدي نفعا معه. يا له من لاعب أخفقت معه التمريرات العرضية. هيا! وهدف! تمكن مهند الملقب بالقذيفة السوداء من هز شباك فريق الشراع بضربة رأسية 35. النتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء. الغريب في الأمر حقا أنه لا أحد منهم يبتسم حتى وهم فائزون. إنهم فريق تحكمه الصرامة والهدوء والتنظيم. قبل أن يلتحق براء بفريق الكمائل، كان مهند لا يجد من يفهمه، وبعد أن صار براء ضمن صفوف الفريق اختلف الأمر، وصار اللاعبان يشكلان ثنائيا متناغما لا يجاريهما أحد في اللعب. انظر، لقد انقبض قلبي من رؤيتهم. إذا تأهلنا إلى النصف النهائي فسنلعب ضدهم. ويعلن الحكم نهاية المباراة بفوز ساحق لفريق الكمائل 5 أهداف، 2 منهما في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني. وهكذا أعزائي يتأهل الكمائل إلى النصف النهائي. أعزائي أهلا وسهلا بكم في المباراة الثانية من ربع النهائي. ستجمع المباراة فريقي مدرستي الكمال صاحب الظهور اللافت في العام الماضي وفريق مدرسة الياسمين صاحب المشاركة الأولى في البطولة. أقول إني أستطيع اللعب، ولكنني أراعي ظروف وضعك الصحي. سوف أحرس في الشوط الأول وتحرس أنت في الثاني، وأنت يا سليم سوف تلعب في وسط الميدان. اعتمد علي يا سامر، وأعدك بأن أبذل جهدي. يجب أن نفوز،
الملعب الوطني في انتظارنا. أظهر سليم في الشوط الأول أداء جميلا وشكل مع يزن ثنائيا متناسقا وسجل 3 أهداف. أما الشوط الثاني فقد دخل بيان وعاد سامر إلى موقعه في خط الوسط، وانتهت المباراة بفوزنا بنتيجة كبيرة على فريق الياسمين، وتأهلنا إلى نصف النهائي. كنت مدهشا يا سامر، صار الملعب الوطني قريبا. أجل قريب، علينا أن نواصل تقدمنا هكذا حتى نفوز بالبطولة. صحيح. هيا. الملعب الوطني، كم انتظرنا هذا اليوم. لقد بذلنا كل تلك الجهود المضنية لنقف على أرض هذا الملعب. تحقق حلمنا الذي انتظرناه. أنا متوتر قليلا. وأنا كذلك. أظن أن وقوفكم على أرض الملعب الوطني لن يطول يا صغار. ماذا؟ سنرى ذلك. مهند، عرفنا الأخ، هل هذا هو سامر؟ نعم. أنت قصير جدا. وأنت ممطوط قليلا. أيها القزم، من الذي أعطاك الإذن بالكلام؟ ماذا يا برميل؟ عندما يتكلم الرجال الصغار يصمتون. يبدو أنك ستصمت بعد أن نلعب. كان علي أن أحضر زجاجة الحليب للصغار. ماذا؟ هيا واجهني مثل الرجال، لا تظن أني أخاف منك، ابتعد، طويل بلا فائدة. خريف، هذا يكفي. أظن أنك بعد أن تواجهنا اليوم يا سامر ستعلق قميصك وحذاءك في خزانتك وتبحث عن شيء آخر. المباراة تقرر. لاعبو الكمائل معروفون بهدوئهم باستثناء طريف. ليست لديه روح رياضية. سنرى ما الذي ستفعلونه يا فريق الكمائل. أخيرا يا شباب، هذا هو الملعب الوطني، تحقق حلمنا وها نحن نقف على عشبه. ليس حلمنا الوقوف هنا بل الفوز هنا. تعجبني، لقد أتينا إلى هذا الملعب كي نفوز. ابذلوا جهدكم ولنصل إلى النهائي. إنك توليه اهتماما كبيرا، ولكن لا تنسى أنك تابعت جميع مبارياته. بصراحة إن لاعبه يستحق المتابعة. وهذا المهم. ها؟ في بلادنا لاعبون كثر مؤهلون للعب في الخارج، ولكن قليلا منهم يحققون شعبية كبيرة، ولهذا أتابعه. أكرم، ما تحليلك للمباراة؟ حسنا، اسمع، إذا قلنا إن طريف وبراء صمدا في الدفاع ولعب مهند كعادته، فسيفوز فريق الكمائل. هشام، أليس هذا ما تريد قوله؟ أجب عن سؤالي، على ماذا بنيت فوز الكمائل؟ تفضل بالشرح. الكمائل يلعب بخطة واحدة، والكمائل ليسوا أغبياء حتى لا ينتبهوا على هذا. هناك نقطة ضد الكمال، وهي تمايز البنى الجسدية بين لاعبي الفريقين. ما عدا سامر فهو يماثل لاعبي الكمائل، أما بالنسبة لزملائه فهم أقل شأنا منه. هكذا إذن سيواجه سامر الكمائل وحده. لا يقلقني إلا سامر، إذا رقبناه جيدا فسنفوز. يا شباب ابذلوا جهدكم. لو تخفضي صوتك قليلا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في المباراة الأولى في الدور نصف النهائي. سيجمع اللقاء فريقي مدرستي الكمال والكمائل للحصول على البطاقة الأولى المؤهلة إلى النهائي. تنطلق المباراة بضربة من الكمال، والكرة مع سامر. هيا يا سامر، هيا. ها مهند،
لا، سامر يفقد توازنه أمام مهند ويسقط. إن سقطت الآن فلن أستطيع المتابعة، يجب ألا أسقط. وها قد استعاد سامر توازنه وتغلب على مهند، وها هو يتقدم. أجل، إنه هكذا يجذبنا دائما لأنه دوما يزداد مهارة وقوة. لاعب رائع، تحسن أكثر مما كان عليه. أحسنت يا سامر، نحن معك. قد لا نكون أقوياء مثلك، ولكن لدينا مهارات خاصة عالية جدا، ولكن سأصل إليها قبل ذلك البرميل. أيها القزم، ألم تقتنع بعد؟ لا عليك يا سليم، قلت لك أخفض صوتك قليلا. سأوقف تقدمه بنفسي، انتظرني فأنا آت إليك. مستحيل، ما هذه السرعة؟ حركة قتالية وهي تدعى نوكيدو. نوكيدو؟ إنها إحدى حركات فن الكيندو، تدع خصمك يندفع نحوك بسرعة ثم تهاجم، وبهذه المهارة يراوغ المباراة. إنها طريقة جديدة في المراوغة. لم تمر. في الوقت المناسب. الحمد لله، مثل ما توقعنا. أجل، فريق الكمائل أفضل بكثير. إنهم عمالقة، فما الذي سنفعله الآن؟ لا أعلم، لقد بدأنا نضعف. تشجعوا تشجعوا، هل كنتم تتوقعون أن نواجه فريقا سهلا في نصف نهائي بطولة المدارس العليا؟ أسوأ شيء هو أن نستكين ونخاف. هيا بنا. تشجعوا. حاضر. شكرا لك يا سليم. مرت 10 دقائق على البداية، والكرة الآن مع لاعب الكمال يمان. مراوغة موفقة، ولكنه يصطدم بدفاع الكمائل المتين. مأمون يطلب الكرة وتصل إليه، ولاعب الكمائل يراقبونه رقابة شديدة. مأمون إلى هنا. سامر، الكرة الآن مع سامر. يجب أن أجد طريقة لاختراق دفاعهم. وتدخل عنيف على سامر، والحكم يعلن مخالفة. لدى فريق الكمال فرصة ذهبية لتسجيل الهدف، لا سيما أن دفاع الكمال ثابت إلى الآن. فرصة مناسبة. صحيح، هيا جربني. يا لهذا الحظ السيء. يزن، لا بأس، ما فعله أمر مدهش. فوت علينا الهدف. يا خسارة، ستكون مهمتنا صعبة جدا بسبب هذا الحارس. صحيح، لن تنجحوا أبدا ومهما حاولتم. دفاعنا متقدم، عودوا بسرعة بسرعة.
سترى. واتصل إلى براء، إلى براء، وبراء يتقدم. براء، هيا يا براء، ويسدد. انفجرت القذيفة السوداء وفجرت معها هدف في الدقيقة 20، والكمائل يغير النتيجة. تمريرة ذكية من القائد براء وجدت قدم مهند القوية لتحولها إلى هدف، والزرق يتقدمون على الكمال بهدف مقابل الصفر. إنها صدمة لشبابنا، ففريق الكمائل سجل الهدف الأول في اللقاء وهو خصم قوي. ترى كيف سيتصرف سامر والبقية؟ المهمة صعبة حقا. في الحلقة القادمة سيمر فريقنا بظروف صعبة تكاد توصله إلى اليأس، ولا سيما سليم الذي يجد حارس مرمى الكمائل طريف جدارا منيعا في وجهه. ولكن هل سيستسلم فريقنا أمام قوة فريق الكمائل أم سيزداد إصرارا وقوة؟ تابعوا الحلقة التالية لتعرفوا ما سيحدث كاملا. ملعبنا مسرح، أبطالنا ننجح، بعزمنا فافرحوا وهللوا لنصرنا. بخطوة واثقة وهمة صادقة نمشي على الطريق نصنع الفريق. حلم واحد مجد واعد يا أبطال، نصر ساحق علم خافق لا محال.